ناقشت اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله مع الجهات المختصة، وذلك باعتبار اللجنة مكلفة من قبل البلدي بالتقصي في عوائق المنطقة. وأكد المجتمعون ضرورة حل وإزالة العوائق في مدينة جنوب سعد العبدالله، وطالبوا الجهات المعنية بالتعاون لحل الموضوع، لا سيما أنه يتعلق بسكن المواطنين. اليوم اجتماع لجنة قانونية ناقشنا معوقات جنوب سعد العبدالله. المشروع مشروع مهم يمس 30,000 أسرة. اليوم ناقشنا آخر مستجدات إخلاء الموقع من جميع العوائق. هناك تعاون كبير ما بين المجلس البلدي والجهات الحكومية لتسهيل مسألة الإخلاء بطريقة انسيابية والتعجيل فيها، باعتبار المشروع إن شاء الله سوف يبدأ بإذن الله في السنة الجديدة 2021. هناك تعاون ما بين جميع الجهات. اليوم طرحنا مسألة أن هناك تحديات كثيرة تتطلب تضافر جميع الجهود، وكذلك يجب حل جميع الإشكاليات القانونية. رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، اليوم قضية جنوب سعد العبدالله قضيتنا الأولى في المجلس البلدي، وهي القضية أيضا الأولى في قلب كل شاب كويتي يبحث عن السكن. موضوع جنوب سعد العبدالله رسالتي بنقلها لك فيها قصة في قلب كل مواطن لا دور في جنوب سعد العبدالله أو في انتظار سكنه وسكن أسرته. أنت تتكلم عن مصير 200,000 تقريبا مواطن كويتي، أكثر من 30,000 وحدة سكنية اللي معطلها شوية بيض وشوية حديد وسكراب، وجهات حكومية صارت مثل كرة اللهب كل من يتحادفها صوب على الجهة الأخرى. أتمنى سموك أن تنظر في هذه المعاناة اللي تخص جميع المواطنين، وأصبحت الآن المسألة الآن مسألة ثقة، مسألة ثقة بين المواطن الكويتي وحكومة دولة الكويت. تبين أن اليوم الجهات الحكومية كل جهة حكومية ترمي المسؤولية على جهة أخرى. اليوم نحمل رئيس السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس مجلس الوزراء تحمل المسؤولية الكاملة، والمراقب على السلطة والمراقب على الجهات الحكومية. اليوم لمتى المواطن الكويتي يكون آخر اهتمامات الحكومة؟